بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. قد انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: وأخذهم الربا قد نهوا عنه. فقوله قد نهوا عنه يقتضي أن المسلم إذا نهاه الله ورسوله عن شيء أن يمتنع. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاليهود عصوا الله على بصيرة وأخذوا الربا مع أنهم قد نهوا عنه، وكان الواجب والمفروض عليهم أن يجتنبوا ما نهى الله عنه، لكنهم عكسوا الأمر وخالفوا نهي الله سبحانه حيث نهاهم عن أخذ الربا فأخذوه. قوله وأخذهم الربا هذا يدل على أنه لا يجوز استعمال الربا لا في الأكل ولا في الأخذ أو سائر التصرفات. فمن أخذ الربا فإنه ارتكب المحرم واستحق الغضب والعقوبة واللعنة، سواء أكله أو لم يأكله. وإن كان الله في الآية الأخرى نص على الأكل كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فذكره للأكل لأن الأكل هو غالب وجوه الانتفاع، لا أن الحكم مقصور عليه، بدليل هذه الآية وأخذهم الربا. فمن أخذ الربا فإنه مستحق للوعيد سواء أكله ولم يأكله. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. الجريمة الرابعة قوله، أو الثالثة قوله: وصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذه هي الجريمة الرابعة، أكلهم أموال الناس بالباطل. هذا يعم الربا وغيره، فليس التحريم مقصورا على أخذ الناس أموال الناس بالربا، وإنما يعم هذا أخذها بالربا وغيره من وجوه الباطل كالرشوة والقمار وهو الميسر وهو المغالبات والمسابقات التي تبذل فيها الأموال الطائلة من غير نتيجة وفائدة تعود على المجتمع، لأن الأصل في أموال الناس التحريم إلا ما دل الدليل على أخذه. فهذه الأنواع من المكاسب الخبيثة بالرشوة أو بالقمار والميسر إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ الجوائز على المسابقات، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. مسابقة على الخيل لأجل التدرب على الجهاد، المسابقة على الإبل كذلك لأجل التدرب على الجهاد، المسابقة على الرماية لأجل التدرب على الجهاد، لا بأس بأخذ الجوائز
عليها، وما عداها فلا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات. وبعض العلماء ألحق بذلك الجوائز التي تؤخذ على المسائل العلمية والفقهية، لأن ذلك يلتحق بالجهاد في سبيل الله وأكلهم أموال الناس بالباطل. وكذلك يشمل أكل أموال الناس بالباطل طريق الخديعة والغش في البيع والشراء والخيانة والسرقة وغير ذلك من أنواع أخذ أموال الناس بغير حق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أخذها بالغصب والقهر أو أخذها بأي نوع من أنواع الأخذ غير المأذون بها شرعا فإنها حرام ومكسب خبيث، وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فأموال الناس محترمة ولا يجوز أخذها إلا بإذن شرعي، فمن أخذها بغير إذن شرعي فإنه أخذها بالباطل، فيكون داخلا في مشابهة اليهود في هذه الآية أكلهم أموال الناس بالباطل. فيجب التنبه لهذه الأمور، لأن النفوس مجبولة على حب المال. قال تعالى: في الإنسان وإنه لحب الخير لشديد. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فلا يحمل الإنسان حبه للمال أن يغامر وأن يأخذه من غير حق ومن غير كسب حلال. وفي الكسب الحلال غنية عن الحرام، والحلال فيه بركة والحرام فيه شر وفيه نقص وعقوبات عاجلة وآجلة. فعلى المسلم أن يقتنع بما أحل الله من المكاسب الطيبة والمعاملات المباحة، ولا يتجاوز ذلك إلى الحرام ليجمع المال من غير تمييز بين طرق الكسب المباحة وغير المباحة. فإن كثيرا من الناس إذا لاح لهم جانب طمع من الأطماع تسارعوا إليها ولا يسألون عن حكم الله فيها، فيغامرون ويقعون وقد يصابون بالنكسات التجارية وتلف الأموال، ثم يندمون ولا تساعة مندم حين ذاك. فعلى المسلم أن يتبصر في معاملته وأن يتقي الله عز وجل وأن يقنع بالحلال ولو كان يسيرا، ففيه البركة وفيه النماء الطيب وفيه الخير، وأن يترك المال الحرام مهما كان نوعه وكميته. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق والقناعية بالحلال عن الحرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.